تمت المقابلة مع السيد بلال أبو عريشي صاحب كافتيريا العميد في منطقة الزهور الجديدة في مجمع الزهور التجاري، وبدأ السؤال مع السيد بلال بالمواضيع التالية. يعطيك العافية. أهلا مرحبا. بدنا نسألك كم من سؤال عشان سكراب. تفضلي. أهلا وسهلا. بدنا نسألك، أنت لما تستخدم الكاسات تستخدمهم سفري ولا بلاستيك؟ طبعا سفري. طب ليش بتستخدم السفري؟ لأنه الكاسات السفري صحية أكثر، والزبائن بيحبوا السفري، بيحبوش الكاسات العادية وغسيل وكذا، ما بيحبوها، بيحبوا السفري، لأنه إيه قهوة على أساس إنه ياخذوا السفري يطلعوا فيه برا على طول، خلص معروف. طب أنت جربت إنه تستخدم بدل السفري أزاز؟ لا أبدا. طيب الكاسة ممكن تقدر إنه تعيد استخدامها ولا لا؟ لا أبدا، مستحيل. طيب هلا لما انت تفتح باكيت عليه بلاستيك او كيس ممكن تستعمل هذا الكيس؟ الكيس اللي بقدر استخدمه اذا كنت بحاجته، اذا حجمه كبير كذا بستخدمه لسلة المهملات، ولاحيانا البضاعة بدي اشيلها من مكان لمكان وكذا. اما الاكياس التالفة او النايلون اللي بتمزق بتلفه. طيب هلا لو كانت كاس كتير سخنة بتحط كاستين ولا لا؟ طبعا بحط كاستين حفاظا على الزبون يعني. طيب هلا لما تحط انت كاسات كتير في صينية بترجع لك الصينية ولا بتضل مع الزباين؟ لا، في عندي صينية ستينلس ستيل موجودة هاي طبعا لزبائني في المنطقة اللي انا فيها، وعندي سفري احيانا بترجع احيانا ما بترجع. فاذا زبون قريب مني برجع، واذا بعيد خلص ما بترجع. بس هذه صينية ستانلس ستيل انا بستخدمها لزبائني بنفس العمارة. طيب ماشي، شكرا سيد بلال. العفو.